حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن تبعات قصف معسكرات الحشد. 4 مرات استهدفوا بها مخازن تابعة إلى الحشد الشعبي في معسكرات داخل المدن وخارجها. اليوم أكو بيان طلع من الحشد الشعبي يبين شنو اللي صار. هذا البيان ناقضوا بآرائهم أول ما صارت هذه الهجمات أو أول ما صارت هذه الغارات، لأنه بالبداية قالوا هي انفجارات داخلية أو خلل أو انفجار وقود صلب تابع للصواريخ، لكن اليوم يأكدون أنه هي قصف من طيارات أمريكية وصهيونية. تابعونا بعد الفاصل. إحنا بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لم ولن نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استشار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم. موضوع اليوم مثل ما قلنا اللي هي قصف معسكرات الحشد. مثل ما تعرفون انه بدت بمعسكر آمرلي، وبعدها كانت هنالك قصف الى معسكر ابو منتظر المحمداوي اللي كان معروف سابقا بمعسكر اشرف اللي كان يتبع مجاهدي خلق في محافظة ديالى. وراها صار قصف بمعسكر الصقر بمنطقة الدورة جنوب بغداد. اخر شيء استهداف مخزن للأسلحة في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين. هاي الهجمات الأربعة، أول هجمة اللي هي بمعسكر آمرلي، وبعدها معسكر أشرف سابقا أبو منتظر المحمداوي، طلع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الغاصب الكيان الصهيوني دي يفتخر للناس ودي يفتخر بإنجازاته أنه طيارات تابعة لهم هي اللي قصفت. لكن الحشد الشعبي قال ماكو ايش كلام، احنا ما انقصفنا. بداية قالوا انه خلل فني، وراها قالوا احتراق صاروخ او عفوا وقود صلب تابع للصواريخ، وراها قالوا خلل تدريبي. يعني طلعوا باكثر من سيناريو بس ما جابوا طاري اي قصف. لكن اليوم طلع بيان وقع عليه تحديدا بالاسم أبو مهدي المهندس جمال جعفر آل إبراهيم ب21/9/2019. بداية باديها بآية قرآنية لو يعرف معناها كان تصرف أو غير تصرف. وراها كتب أنه أصبح أعداء العراق اليوم يخططون لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة. أمريكا التي أسهمت في جلب الجماعات الإرهابية إلى العراق والمنطقة باعتراف ترامب تفكر بأساليب متعددة لانتهاك سيادة العراق واستهداف الحشد. يأتي ذلك بعد انتحار تنظيم الدولة الإرهابي. أنا بس أرد أسأل، أمريكا التي أسهمت بجلب الجماعات الإرهابية إلى العراق، زي ما هي أمريكا جابتك أنت وأحزابك وسياسيك على ظهر الدبابة الأمريكية، فأنت هل تقصد الأحزاب اللي أنت تمثلها؟ لو تقصد العملية السياسية اللي أنت تدافع عنها؟ لو تقصد شنو بالجماعات الإرهابية؟ احنا اللي نعرفه أنه تنظيم الدولة هو فيلم هندي مخرج العمسام اللي هم الولايات المتحدة الأمريكية، نفذ بأيادي القيادات العسكرية العراقية اللي كانت بزمن نور المالكي وبأمر من نور المالكي. فأنه شنو اللي تقصده بهذا الشيء؟ وراها يقول والانتصارات اللي حققناها وما سبقها ولحقها من عملية تثبيت هيئة الحشد قانونيا ورسميا بدعم شعبي ورسمي، بالأخص بعد قرار رئيس الوزراء وإصدار الأمر الديواني للدعم لتنظيم الحشد. و يقول هاي الاستهدافات كانت تجري
بطريقتين، تارة من خلال الطعن بشخصيات جهادية ووطنية من مختلف الأطياف بواسطة حملات تسقيط إعلامية مصحوبة بوضع أسماء على قائمة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية. السيء الصيت حلو، يعني هو هنا يقصد أبو مازن النائب اللي كان محافظ صلاح الدين السابق، وعد القدو وريان الكلداني، ونسيت رابعهم والله. وراها يقول وتارة أخرى من خلال استهداف مقرات الحشد الشعبي في مناطق مختلفة عن طريق عملاء أو عمليات نوعية بطائرات حديثة. هنا اعترفوا يا عمليات نوعية يا طائرات حديثة. زين أنتم بالبداية مو قلتوا أنه هي مو قصف؟ مو قلتوا أنه هو خلل فني داخل المعسكرات مالتكم اللي هي داخل المدن، واللي البارحة بمعسكر بلد أو قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين انفجر، أدى إلى قذف مقذوفات صاروخية على دائر مدائر المعسكر، أدى إلى عدة انفجارات أخرى تابعة للانفجار الأول، سقطت نتيجة ضحايا كثيرين لأنه قريب على المدنيين والبدورة كذلك. يعني السؤال هنا أنتوا ليش بالبداية كذبتوا وليش هسه رجعتوا كذبتوا؟ بالبداية قلتوا ماكو طيارات ماكو قصف، وهسه تقولون اكو قصف. زين وراها تقول واحنا عندنا معلومات دقيقة ومؤكدة انه الامريكان هذه السنة قاموا بادخال 4 طيارات مسيرة بين قوسين تابعة للكيان الصهيوني وكاتب اسرائيلية مثل مكاتب ابو مهدي المهندس عن طريق اذربيجان حتى تشتغل ضمن أسطول القوات الأمريكية على تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية. والله دا أحس فيلم نفسي دا أتفرج فيلم الجيمس بوند. إذا أتعدكم هيك مقدرة وتعرفون أكو 4 طيارات ليش ما ضربتوها أول مطارن؟ وليش ما شفتوها وين راحن؟ ولما تقول إنه إحنا عندنا معلومات أخرى وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأمريكية متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق. ولك هو أتو السيوان 30 هيركوليس اللي نطاها بوش الجلال طالباني هدية، واللي كانت من بقايا حرب فيتنام ممنوع تطيروها إلا أكو ضباط 2 أمريكان عليها لأن يخافون تستخدمون أو تعرفون الدفاعات الجوية تابعة إلى سيوان 30 هيركوليس. تريد تقنع الشعب العراقي أنه تتعرف عدد الطائرات الأمريكية وش دا يسوون؟ زين ما هم ذولا كانوا أصدقائك البارحة، ما هم اللي كانوا يغطون عمليات عسكرية اللي أنت تسويها وهم يقصفون من الجو وأنت من الأرض، اليوم صاروا أعدائك. صلاح من بغداد تفضل. السلام عليكم أخ أفل، رحب بكم قناتكم الكريمة. بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئاسة البرلمان اللجنة الأمنية وغيرها، شفناهم يعني صامتين جراء القصف هذا اللي لحد الآن ما بينوا بيان رسمي أن مين طارت هاي الطائرات ومين اتجهت وشون ضربت والمن تابعت، وما حد يعرف الأوقات اللي طارت بيها ولا نوعيتها ولا كل شيء. الحكومة العراقية نايمة ورجليها بالشمس. اللي كانوا مشتركين معهم في تدمير مناطق السنة بالأمس اليوم انقلبهم عليهم. لكن احنا سؤال عندنا يعني محيرنا، يعني وزارة الدفاع وزارة سيادية وتقول اني يعني تمثل الحكومة العراقية وتدافع عن حدود العراق وأمن العراق، يعني معقولة كل القواعد العسكرية العراقية اللي تابعة للجيش يديرها الحشد ويجيبون أسلحة إيرانية في سبيل إيران تستخدمها ضد الأمريكان أو ضد القواعد الأمريكية فيما يخدم مصلحتهم ويضر احنا مصلحتنا كعراقيين؟ الأقداس هاي الأسلحة شلون طبت الحدود وبأمر منه طبت القواعد العسكرية اللي هي تابعة لوزارة الدفاع مثل الصقر وغير وبلد وغيرها؟ يعني شلون دخلت؟ شلون الحشد يشرف عليها وهي تابعة لوزارة الدفاع؟ إذا الحشد معطينا أولوية في مسك زمام الأمور في وزارة الدفاع وزارة الداخلية، يعني اللي يمثل الحكومة العراقية هو الحشد، واللي يدير الحكومة العراقية هو أبو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي وغيرهم، أما وزير الدفاع
ورئيس أركان الجيش وقائد عمليات بغداد أو كل القيادات الموجودة داخل العراق سواء عسكرية أو طبقة سياسية أو الخارجية العراقية ما لهم أي دور. الدور للميليشيات اللي تابع لإيران. احنا حاليا بين أمرين، الأمر الأول هو الاحتلال الأمريكي والشيء الثاني هو الاحتلال الميليشيات العراقية اللي تابع لإيران، يعني الاحتلال الإيراني. يعني وقعوا العراقيين كسنة والشيعة والأكراد بين مطرقتين، مطرقة الاحتلال الأمريكي ومطرقة الاحتلال الإيراني، والشعب ضحية ما يعرف شنو مصيره. حرب بين أمريكا وبين إيران، احنا نصير ساحة معركة؟ يطلع حسن نصر الله من لبنان يهدد الأمريكان ويهدد اليهود ويهدد غيرها ويقول العراق سنجعل العراق ساحة معركة، ومن يروحون بها الضحايا؟ ولد الخايبة سواء من الجنوب أو الوسط أو الشمال. يعني احنا العراق وصلنا الى مرحلة الدولة لا دولة. يعني مع الأسف احنا وصلونا السياسيين كسياسي السنة والشيعة والمرجعية العفنة اللي ما لها اي دور من صار القتال على ابناء السنة ومناطق السنة، اعطت فتوى الجهاد كفائي ضد مقاتلة داعش الارهاب، واحنا نعرف كل ان الداعش ارهابي. زين هسه المرجعيه ليش ما تعطي فتوى ضد الامريكان والتواجد الامريكان ويطلعون الحشد اللي يقولون احنا مقاومه يجاهدون ضد الامريكان؟ لو هاي ما يدبروها يعرفون بس علاسه ورا السد يذبون ويقتلون الاسماء اللي اسمع عمر وعثمان وابو بكر وغيره. الحشد احنا نعرفه، الهدف الرئيسي له هم السنه وابناء السنه ومناطق السنه. نعم. يعني ما عندهم هدف امريكي او الطائرات الاسرائيليه اللي حاليا باي وقت ان العراق العظيم تدخل طائرات إسرائيلية تقصف ببغداد وتطلع وما حد يرد عليها، ولا أكو ناس يعني أشراف بالحكومة يردون يقول لك شنو هالتجاوزات. اليهود وصلت بيهم الجراءة أن يقصفون بغداد والحكومة العراقية ساكتة والجيش العراقي ساكت ما يرد؟ يعني يحجون عليه يقول لك صدام طاغية؟ لا والله، صدام أشرف من كل هاي الحكومة الموجودة، ولو كان موجود صدام الله يرحمه ما كان إسرائيل يتجرأ تضرب هيك وهيك، ولا الإيرانيين يتجرؤون يسيطرون على العراق ويحتلون العراق. لكن احنا المرجعية هي السبب الرئيسي، وثاني شيء السياسيين العفنين الفاسدين اللي ملتهين بالبوق والنهب فقط، اما البنية التحتية ما حد يسعى عليها تتدمر، قاعدة بالدورة تتفجر وتدمر الاهالي والمواطنين ويروحون ضحايا وقتلها، ما حد يحكي عليها. المفروض الحكومة عادل عبد المهدي وهي عاطل عبد المهدي المفروض تستقيل بالكامل، ما يقدر يديرون عملية سياسية. يا اخي ابطوا الكراسي لاهلها، يعني 16 سنة أهل العتيق والمطيرتية وأهل المخدرات يدرون بالحكومة، ما دبرتوها طول السنة. خلنا نحكي طائفية أن الشيعة ما تقدر تديرون العملية السياسية لأنكم السياسيين ذيول الإيران، فأعطوها للسنة. خلنا نشوف السنة شي يسوون بالحكم. دمرهم العراق، لا كرامة عندنا، لا سيادة عندنا، لا قوة عندنا، لا أمان عندنا، لا خيراتنا منهوبة. يعني إلى متى أستاذ أفل؟ إلى متى العراق يبقى هيك بس ضحايا وبس قتل وتهجير وسجون مليانة تحت طائلة أربع أرهاب اللي هي صارت أربع سنة الكل متهمين بها، من قناتكم إلى إحنا نخابركم إلى المواطنين الأبرياء إلى أي واحد حتى يحكي بداخله وداخل نفسه أن ما راضي على الميليشيات وما راضي على دور الحكومة، لأن الحكومة قاسدة وعميلة. هم هذا متهم إذا يعلن اللي بداخل قلبه وينشره على فيس أو يحكيه بقناة أو غيره يعتبر هم هذا، لو يقول لك إرهابي لو داعشي لو بعثي، يعني ما عندهم غير هاي التهم. دمرهم العراق 16 سنة، خيراتنا ما نعرفها وين، أكثر من 1,000 مليار دولار ما حد يعرفها وين تبني العراق من ذهب، وينها ما حد يدري. المرجعية وينها؟ المرجعية العليا والمرجعية الوسطى ومقتدى صدر وغيرهم، وين هم يطلعون؟ ما يطلعون. العراق انتهى العراق، صرنا من الآخر الدول اللي بالفساد والمخدرات والرذيلة. نعم، شكرا لك أخ صباح. أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبوك الله، كيف حالك سادة أفل؟ كيف حالك؟ هلا بيك، تفضل. تحية لك وتحية لغناك وتحية كادر وتحية المتصلين. بالنسبة لما ما يجري هو العراق، لا يوجد دولة حكومة، لا يوجد حكومة من 2003، لا يوجد لا حكومة ولا جيش. العراق تحت سيطرة ميليشيات إيران، وكل ما يحدث بالعراق في ظل هذه الفوضى الخلابة التي زرعتها إيران وأمريكا بالعراق هو شيء طبيعي. بالنسبة إذا لم يتحرك الشعب العراقي ويقضي، أول شيء هو الدمار، وجود الميليشيات هذا هو سبب دمار العراق.
وإذا ما رجعوا أهل السنة يقودون بلد مع احتراف الكتوي في العراق، ما دام أهل السنة الحرب على أهل السنة لن يستقر وضع العراق. إذا لم يلقى هذا النظام الإيراني المجرم القذر وميليشياته المجرمة لن يستقر وضع العراق، وباقي ميليشيا واحدة بالعراق إذا لم يكن في دولة بالعراق. نعم الحين يستاذ لا يوجد دولة، هي كلها ميليشيات وجبناء ونطلق على الطيارة الأمريكية، ولا يوجد أصلا دفاعات جوية أصلا. شكرا لك ابو فيصل من السعوديه. ارجع للبيان مال ابو مهدي المهندس. طبعا هو السؤال اللي ينطرح، ليش ابو مهدي المهندس يصدر هذا البيان؟ هو نائب رئيس هيئه الحشد الشعبي مثل ما موقع على البيان. زين اكو رئيس فالح الفياض، اكو القاده عام للقوات المسلحه، اكو رئيس وزراء بالعراق، ليش ابو مهدي المهندس هو اللي اصدر هذا البيان؟ هل هو بامر من الحجي مثل ما يسموه قاسم سليماني؟ لو هو نخته النخوة وقام يصدر هذا البيان بدون أوامر أخرى، لو هو اللي ديطي الأوامر للدولة تتصرف بحيث يصدر هذا البيان. وللعلم هو بيانه هذا ناقض نفسه بالافتتاحية ايش كتب؟ يقول استهداف الحشد يأتي بعد اندحار بين قوسين داعش الإرهابي، وراها يقول وقامت مؤخرا الطائرات الأمريكية والإسرائيلية باستطلاع مقراتنا بدل تعقبها لداعش. أنت بالبداية قلت اندحار، إذا ما تعرف كلمة اندحار نشرح لك إياها، يعني انتهى، يعني انقضى عليه، يعني خلاص، يعني ماكو. شنو ترجع وتقول لازم هي بدها ما تستطلع مقراتنا العسكرية لازم تتعقب داعش؟ أريد نفتهم شنو فيلمكم أنتو؟ شو انتوا تطلعوا لنا ببيان يطلع بحيدر العبادي وبيان النصر وشكل ائتلاف باسمه ويقول احنا سيطرنا على الاراضي العراقيه وانتهى داعش الى ما لا رجعه، وراها انتوا تقولون احنا حررنا مناطقكم وحررنا العراق من الارهاب واحنا رجعنا لكم العراق واحنا دافعنا عن العراق، وبعد ماكو. وراها تقولون وقاموا مؤخرا باستطلاع مقراتنا بدل تعقبها. شفتهم المواطن ناصبين على الشعب، انتو داعش بعدها موجود واتفقتوا ياهم، يا بهدؤوا وبعدين نشطوا وراح نطلع بيان وتسكتوا حتى نفوز بالانتخابات اللي ما طلعوا لكم بها اصلا ورفضوكم بها وهم زورتوها. محمد من تونس حياك الله. هلا بعيوني، شلونك حبيبي؟ حبيب قلبي بابا. انا مواطن تونسي يا حبيبي. نعم أنا مواطن تونسي عشت بغداد الحبيبة. والنعم منك ومن أهل تونس. هلا هلا هلا، مع أني والله أنا أسأل الشعب العراقي ليش يقبل بالهالعامري؟ الهاد العامري كان جندي من جنود الخميني. نعم. ليش هذا الشعب العراقي يقبل بالهاد العامري؟ أنا موجود ببغداد، أنا موجود بالحرب الإيرانية العراقية، موجود وهو موجود يدافع إلى جانب. أنا والله قلبي يبتر دم على العراق حبيبي. أنا عايش وريت العراقيين كلهم جد. أنا والله أبكي ببيتي أنا هنا بتونس حبيبي. والنعم منك ومن أهل تونس. المسؤولين العراقيين اللي موجودين بعد صدام حسين والله هم الدواعش، والله يعني هم الدواعش، ماكو عندكم دواعش. نعم يابا انا كين ليل نهار على العراق، ابكي ليل ونهار حبيبي. بلغ سلامي كل من اخدم في قضاء الدبس، في كركوك، في بغداد، في العامرية، في شارع كباح، في الفلوجة، في الدورة، في انا سكنت بالبتوين. نعم. بغداد الحبيبة. ابا متى تونس ولا عيني. نعم شكرا 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 لك اخ محمد من تونس الشقيق، وأهلا بيك وأهل تونس وكل أبناء الوطن العربي والشعب الإسلامي، وكلكم على رأسنا من فوق، ومشكور على مشارك هذه. وأنت تقول بيتي مفتوح إلى كل العراقيين، مشكور أيضا عليها. وسأل السؤال أرجع أوجهه للشعب العراقي عن طريق أو عن لسان الأخ محمد من تونس، يقول ليش الشعب العراقي يقبل بهاد العامري أن يحكمه وهاد العامري كان جندي عند الخميني؟ أبو عمر من السليمانية حياك الله.
الله يحييك الشعب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني يقول لك خليك حشر يسمع، يقول لك خليك ورا الشباب الحبابية. نعم. جين يقولون اندحر داعش. يعني هسه أنا عرفت المعلومات الأخيرة إنه 18,000 واحد جاهزين بكل أسلحتهم وحاضرين للدخول للعراق. وين؟ هذا الجزء الثاني من داعش. وتحضروا له بصراحة. المناطق الجنوبية والوسطى وبغداد هالمرة ليه ماكو شيء؟ لا 18,000 واحد تابعين لمنو أبو عمر؟ تابعين الداعش تنظيم الدولة. نعم. الله وكيلك. 18,000 واحد. ويزداد العدد بالطريق، هم من يدخلون العدد يزداد زين، يصير 20-30,000 بتحار عليهم. خمس فرق شيعيه بالموصل هزمت قدام 300 واحد، والله انتم عاريه، مو بيكم العار، العارم كان السلاح ويدافع وياكم عنكم زين، يدافع عنكم. خلي يسمعوها هذول حق العاريه زين. انت استاذ هو يقول صباح الاخ صباح اتصل وقال قال ما يفيد الحكم الشيعه. نعم الشيعة ما يحكمون ولا فديوا بحكمة ودولة ولا بناء ودولة ولا حضارة كنتي مطلوب. هكذا فيهم قرية إذا فيها 50 بيت من الطين قسما بالله ما يبقى ولا بيت، قسما بالله ما يبقى، ما يعرفون يحكمون، ما يعرفون إذا مو قتل وسرقات وتدمير بعد تاريخ كله يدك. قال يطلع واحد يقول والله أنت ليش ما يبني هذا المسؤول الشيعي، ليش ما يبني أستاذ أفل تلي ليش ما يبني؟ السيستاني حصل بالمليارات بالسنة، دولارات نوري يبوغ بمئات المليارات 10 مليارات و50 مليار يبوغ. ليش ما يبني طابور؟ لأن يعرف قسما بالله أحسن مني ومنك أنه هذا الحكم ما يبقى لهم 20 سنة 30 سنة 40 سنة أكثر شيء جين وينتهي هذا الحكم. هذا التاريخ مشهود له، هم يعرفون بس باقيين عشان يسمع شكو واحد زوج تصدق بيهم صارت الحسين والعباس والمادر شنو هالسوالف هاي التعبانه يضحكون بها عليها. هو يشق بديجه ويدقون طم ويقول اخ ما نام الليل كله. نعم. ولك تصحى على عقلك، قعدوك مربوك بوري وقعدوك على الحديده زين، قعدوكم على الحديده بعد وبعد واكثر واكثر راح يكون مشاكل عندهم دمار لهم. هاي الطائرات المسيره ما تجي، هذه الطائرات المسيره ما تجي من أذربيجان كذاب يقول لك، ولا تجي من تل أبيب، لا من تل أبيب ولا من أذربيجان. عندك قاعدة الأسد وعندك قاعدة لا هو أبو عمر يعني هو يعني أبو مهدي المهندس على أساس يعني عنده قاعدة استخباراتية كبيرة وعنده جهاز استخباراتي كبير. هو شو يقصد؟ يقصد أنه هاي الطيارات هي طيارات اشترتها حكومة أو سلطة الكيان الصهيوني المحتل من أذربيجان ودخلوها الأمريكان للعراق واستخدموها ويا سرب الطائرات الأمريكي اللي موجود بالعراق. يعني ما أعرف شون سوا مثل عادل عبد المهدي من طلع وقال المخدرات من الأرجنتين لبنان ومن عرسال تدخل عن طريق سوريا إلى العراق. نعم. هؤلاء طبعا أول ركن من أركان الحياة عندهم والعقيدة الدينية عندهم هو الكذب. ما الكذب ما عنده، هو على الكذب سطروا كل شيء، كل شيء سطروا من خزعبلات وأكاذيب وخرافات كل شيء بنوا عليها. زين هذا الطيران ما يجيك من تل أبيب ولا من أذربيجان ولا من أحد، هذا يطلع من قاعدة الأسد من قاعدة الحبانية. أنا داخل بيهم بأي شكل من الأشكال، داخل بيهم بسبايكر بأناكوندا كلها داخل بيها زين، وعرف حق الجيار عرف حق المعرفة كلها داخل بيها. خذي علم علم الجميع. أنا عرفت شلون أدخل بيها طريق الخاصة زين، ولا تريدي ضابط عراقي طريق ركن طريق والركن والله ما أدري شنو طيار يدخل جوا بالقاعدة، والله لو تطلع نخلة براسه وبراس أبوه ما يطلع القاعدة ولا يشوف الطيارات ولا طرطور حشد يطلع، مجرد طرطور خاص واحد يطلع يمدح يقول لك هذا يدخل جوه وانا اعرف كل شيء. كلهم كذابين، والايام القادمه طلعه راح تكون بعد اسود واسود وكلهم مستهدفين. دول قيادات العصابات الشيعيه كلها راح يستهدفوها لانه خارجين عن القانون. واللقى الحشد بعد ما بقى لهم كل حجه يعتبر، وانا اناشد الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونائبه بنيامين نتنياهو انه لا تقصر ابدا تقصر. أبو عمر من السليمانية شكرا جزيلا لك وعذرني على قطعك، لك عندي اتصالات كثيرة. أم أزهار من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله أختي. السلام
عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. الحسد الحسد هو ما يحكم البلد، ما يحكمها عادل جولية ولا وزراء ولا رئيس الجمهورية. الحسد هو اللي يحكم هذا البلد، الحسد الإيراني اللي بيدافع المهندس وتسلماني والخزعلي وهادي العامر الحجي، وهو يأمرون ويمرون وهم بيسوون هالقضايا كلها. لكن أنا بسأل سؤال، لما الطيارات الإسرائيلية ضربت المجمع اللي بأسلحة، ليش ما حطوا الوعاء؟ ليش ما حطوا راح بيهم؟ ها؟ ليش ما حد قال هاي الطيارات الإسرائيلية؟ ها؟ لكن الخوف جبنوا، كلهم جبنوا. نعم. احنا ما عندنا، هم احنا ما عندنا قائد. هم ما اصلا ما يعترفون هذا رئيس الوزراء. ما يعترفون به اصلا. ولا لانهم هم حتى يبقون هم عن هالمنطقة. نعم. حتى يحاربون السنة كلها. يحاربون السنة حتى من جرة صخر وضرة امتهانة من المصر جرة صخر قصد وما حسبناها ولا حسبها حتى بدأت المناطق الأخرى. نعم. صخر والآخرون وعدام بغداد وإلى آخرين ثم يردون ينهون في المناطق كلها. لكن إن شاء الله احنا نقول رؤية هم سواها إيران وأمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل صحة تتعطى العراق صحة تتعطى العراقيين إن شاء الله من هالأيدي الأسمى القاتل الجسنة وينصرنا على القوم الظالمين إن شاء الله يا رب العالمين وتجيهم إن شاء الله فديهم قنبلة صاروخ كبير على العامري وعلى الخزعلي وعلى كل الانزال اللي جونا من إيران. نعم. شكرا 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 لك ام غزهارت، واعتذر من الساده المشاهدين، تعرفون رداءة شبكه الاتصالات في العراق ولذلك سبب راح تلقون في اتصال ام غزهارت بعض التشويش، لكن كان كلامها مفهوم. ابو زكريا من محافظه التأميم، حياك الله. الله يحفظك يحفظ قناتكم الشريفه ان شاء الله، يسلمك ويطول بعمرك ويترحم على المرحوم شيخ حارث ضالي على كافة الشباب العراق من الدينار ضالي على اليوم العظيم يرحم والديك يا رب قدامنا محرم إن شاء الله. بس أنا أختلف عن المتصلين، أنا أختلف عنهم، أنا بس أريد أهل الزرقاء شيعة السنة يسقطوهم، مثل الأمة شيعة السنة يسقطوهم هذول الكفراء اليهود. والله الإسرائيل يسوم بيهم بالقرآن العظيم، الإسرائيل ما يسوي بيهم مثل هذول جماعة الإيران يقتلون الشيعة قبل السنة. أخي أسد الجزء القتلوا من الشيعة بعدين الجزء القتلوا من السنة من 2014 حتى هذا اليوم. والله الشيعة قتلوا من السنة بكلام الله، والله يعني يصلحون هسه والله الطيارات الامريكيه يجي نخصبها كل سنه، هذول جبناء هذول حراميه يا ابني. نعم. الو هذول حراميه هذول دبسيه والله العظيم، هذول مو مال حكومه. نعم. مو مال حكومه يا الله سلط علينا، هذول حراميه نشاله بادوا الحراك من الوريد للوريد، حتى ابني حتى حتى تراب العراق باقوا، حتى اساس العراق باقوا، حتى ما خلوا فينا اي شيء من 2014 هذا اليوم. اي حكومه احنا نشتي عليها على العامري والمهندس وغير هذول تابعين الفرس المجوز على حسب تابعين هذول. نعم. والله يوميا ماكلين واحد من وراء هذول الادبيه الجزائريه. نعم. شكرا 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 لك ابو زكريا. الاخ سعد من الكويت، حياك الله.
سعد من الكويت. يبدو انه انقطع الاتصال ويا الاخ سعد من الكويت. يعني انا السؤال اللي اريد اساله انه طبعا الاسم الرابع بالعقوبات الامريكيه اللي دخلتها وزاره الخزانه مثل ما وصفها ابو مهدي المهندس سيئه الصيت وهذا وتوصيف ايراني هو نوفل العاقوب. ابو عمر من سليمانيا يقول 18,000 مقاتل تابعين لتنظيم الدوله مجهزين روحهم حتى يدخلون والولد جوا مجهزين روحهم حتى تكون حرب جديده. ابو عمر انا بس اريد اسال سؤال، هم قالوا 2000 بالانبار ومسحوها، وقالوا 4000 بالموصل ومسحوها، وقالوا 4000 بمحافظه نينوى كتلوا 40,000 وجوا جوا الانقاض اكو جثث ما معلوم عددها، واكو مطالبات او اوامر القاء قبض على 70,000 بتهمه الانتماء للتنظيم او الارهاب. فاذا 18,000 دخلوا المحافظه ايش قد راح يبقى بيها؟ اذا 4000 40,000 ب70. فهنا السؤال اللي لازم نطرحه. مصطفى من مصر حياك الله يا اخوي. حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي اولا اترحم على ارواح الابرياء الله يرحمهم ويحسن اليهم ويتقبلهم مع الشهداء والصديقين. يرحم والديك يا رب. ويلحقنا بهم يا رب. ويلحقنا بهم يا رب في الدفاع عن اوطاننا وعن اعراضنا وعن كرامتنا وعن الانسانيه جمعاء. نعم. اما سيدي بالنسبه للمجرمين الامريكان والعصابات والميليشيات بيصفوهم حاليا لان هم جرفوا منهم اصلا. هم جرفوا منهم عاوزين يصفوهم لان تجاوزوا حدودهم. بعد ما كانوا شغالين الولاء والطاعه وسيدي فالنهارده بيتمردوا عليهم فهم بيصفوهم مش حبا فينا كعرب او حبا في اوطاننا. هم بيصفوهم لان هم تجاوزوا حدودهم مع اسيادهم الامريكان. فيا سيدي هي القصه كلها مبنيه على العنصريه وعلى الجدل. الناس دي مش هترجع الا نتصفر والامريكان هيصفوهم وسط عينا. وبالنسبه للجماعه بتوعنا الحكامنا الكرام الاجلاء الافاضل بيخلوا الكيان الصهيوني اللي صفوهم عشان يجملوا صوره اسرائيل بان اسرائيل بتدافع عن العرب هو يحصل التطبيع المزعوم، لكن القصه مفهومه. فاحنا يا عمي احنا ناس يا عمي في صف اوطاننا وفي صف الانسانيه وناس ما جبناش ولا سرقنا. فندعى الله عز وجل ان يخلصنا من جميع العصابات والميليشيات والتنظيمات. نعم. عشان نتطلعوا للافضل، عشان نتطلعوا للافضل، لان اقسم لك بالله القصه كلها تجار الدين السبب، تجار الدين خانوا الوطن وقتلوا الشعوب باسم الدين، الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم في الدنيا وفي الاخره، لا اخذنا منكم ابيض ولا اخذنا اسود، ولا نصبت دين ولا نصبت مذاهب، تاكلوا وتشربوا وتوجعونا ببعض نقتلوا بعض بدون اي مبرر. بدون اي ذنب والوطن بيضيع كلنا هنموت عامه يعني. فندعى الله عز وجل ان يخلصنا منهم ومن العصابات والتنظيمات. نعم. وتيجي حكومه انقاذ وطن تنقذ الناس وتنقذنا جميعا، تنقذنا من الضياع لان مستقبلنا بيضيع. وانا اشكر حضرتك جدا. شكرا 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 لك. طبعا نائب رئيس هيئه الحشد ابو مهدي المهندس من كتب هذا البيان، وبالبدايه يقول انه احنا عندنا معلومات مؤكده، يعني هو يمتلك شبكه استخبارات او مخابرات قويه وعاليه بحيث جابوا له 4 طيارات اذربيجانيه جابوها الامريكان ودخلوها من ضمن سرب الطائرات الامريكيه وقاموا يقصفون عن طريقها. طبعا يعني اللي يفتهم ويقرا ما بين السطور يقول سمح لطائرات أمريكية وإسرائيلية بتنفيذ الاعتداءات المتكررة، وهذا ما كشفته بعض مراكز البحوث الأمريكية وتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بهذا الصدد. اللهم صل على محمد. إذن عرفنا مدير الاستخبارات اللي تابعة إلى هيئة الحشد الشعبي وهو مراكز البحوث الأمريكية، هم ذولا مدراء أو هيئة الاستخبارات التابعة للحشد لأن هم يأخذون معلومات من عندهم. طبعا انتم 4 طيارات عرفوا انهم قصفوا 4 معسكرات، كل معسكر بطياره، هاي 4 طيارات. سالفه اذربيجان هاي ملح وبهارات شويه على القصه. ابو حيدر ويانا. السلام عليكم اخوي استاذ من قضاء الفلوجه حياك الله. اول شيء اقول اللهم ارض الظالم بالظالم. نعم. ان شاء الله راح تتحقق، وهذا مو دعاء يعني، دعاء كل عراق الشريف. نعم. ودعاء لسامة، دعاء لرامون، دعاء دول المعتقلين الأبرياء، دعاء دول المغيبين، لأن أمريكا والحشد الحشد الفارسي هم اللي عاثوا بالأرض هذا، هم اللي دمروا هذا. هاي نقطة. النقطة الثانية أستاذ العزيز، أنت هم عرفوا إسرائيل أمريكا تضربت. أنا بقدر أسألهم سؤال، هم دول الحشد وقيادات الحشد، منوال الحشد، من أسس الحشد، منطقة ولي الحشد،
أبدأ أسألهم سؤال، أبدأ أقول لهم هسه اللي يروا الأمريكان بعد تعتبروا إرهابي وتكفيري، دي الله دخلنا نشوف هسه حركوا إذا أنت زلم، ولا والله أنا بيكم أنتم مطايل الفرس العشر، كلكم مطايل الفرس، ومو ترى مو ضربة من حركتكم، لا والله بس إيران بتحرك بيكم. هسه علينا نجري، أتحدى واحد بيكم يطلع يكون رجل، يكون رجل حقيقي ويطلع يضرب الأمريكا، الأمريكان يمكن يكسرون ببغداد وفي المناطق كلها، بدامين العراق دم. أتحدى واحد بيكم الزلمة ويقول أنا الزلمة ورجل وجاء من ظهر أبويا يطلع يضرب الأمريكا، ما يقدرون يصدقني. أبو حيدر هي إيران خابصتنا باستعراضاتها وبشعاراتها برق مر إسرائيل برق مر أمريكا، الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ما هياتهم موعدهم ميليشيات بسوريا، موعدهم ميليشيات بالعراق، إذا هم زلم خلي يطلعون ميليشياتهم ويروحون يطبون للجولان، ما أقول لهم يطبون لفلسطين. أستاذ العزيز أقسم لك بالله العظيم، أقسم لك بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أمريكا إسرائيل إيران، أقسم لك بالله نفس العقيدة ونفس النهج، مختلفين هسه هم اختلافهم شيء بسيط عن النووي ما أدري شنو هاي العقوبات، ولا أقسم لك بالله نفس النهج، عدوهم واحد، عدوهم العرب والإسلام، شوكو عربي مسلم سني هذا عدوهم. حس أنت على سبيل المثال الجولان مصفهم شو ما ضربوا طلقة واحدة، طلقة واحدة ما ضربوا، ليش دمروا سوريا ودمروا السنة؟ 80% من المحافظات سوريا السنة دمروها دمار، ليش ما ضربوا طلقة؟ يا أخي فعن هذا الحوثيين إيران تدعم بيهم عرب العرب يقام قتل بالسنة، اللبنان حزب الله تدعم به إيران وهم قتل بالسنة، إسرائيل الصف كلها أنت علي من أبو إيران، عرف ميليشياتك اللي بلبنان وخدم مطايا مالتك اللي بلبنان، عرف المطايا اللي عندك بالعراق، كان يضربون هذه الزفارة هم الأمريكية، الزفارة الأمريكية مو نص بغداد، أتحدى واحد يصير الزلمة يروح يضرب له طلقة عليه، أقسم لك بالله ما يقدرون، هذا مو ثوبهم، ثوبهم شنو؟ اغتيالات، قتل السنة، تهجير، هذا تكفيري، هذا بعثي، هذا صدامي، هاي شغلتهم. ولا امريكي ما يضرب يضرب لجندي امريكي وواها تحداه، بس ان شاء الله ان شاء الله وعيد المره الثانيه. اللهم يضرب الظالم بالظالم لان اثنينهم ظلموا. وانا اشكرك استاذ العزيز. شكرا شكرا لك ابو حيدر من الفلوجه، ويانا ابو علي من دياله، حياك الله. السلام عليكم اخويا. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي على هذا ما ترتب مهندس الارهابي ايه هو يعني عباله يعني مسوي نفسه بانه يفتهم وهذه يقول عندنا معلومات بانه طيارات مسيره اذا طبت تضرب معسكراتنا بعد احنا حندربيه هنا نبدي نضربهن وهذه اقول له ما كان ضربت من البدايه لا هو قال راح نستخدم اسلحه متطوره اكثر وانتظرنا طول هاي المده حتى تكتمل تحقيقاتنا وبعد اي عمليه سنعتبر اي طيران اجنبي سيحلق فوق مقراتنا دون علم الحكومة العراقية طيرانا معاديا سنتعامل معه وفق هذا المنطلق وسنستخدم كل أساليب الردع للحؤول دون الاعتداء على مقراتنا هذا اللي قاله أي أخوي تفضل هو كذي من البداية مو يقولون مخازن سلاح تفجيرات وهذا سلاح النوري هذا المساعد هذه العامري مو تطلع بالتلفزيون يسولف ويقول هاي رمانة فجرت بالمخازن سلاحها وهاي زي الرمانة تخرج لك معسكر خامس هاي معسكر بدياله مال مجاهدين خلق مو قال رمانة شو هسه بعدين يتنازلوا لأن هم أصليتهم مبني على كذب مبني على نفاق هم زبناء هم أطيهم مال كتل خيانة غدر ما عندهم يعني وجه بوجه يجون يواجهون البشر بس الطالب من أمريكا نكون يعني موقفها ثابت يا أما تكون يعني موقف حيادي ويا الشعب العراقي يا أما تكون يعني ويا إيران يعني هي ما جاي تبين لنا شنو موقفها أمريكا لحد الآن أمريكا من باب تقول أنا جاي حارب إيران وحارب الميليشيات شو هي أمريكا بحماية إيران والميليشيات جاي تمشي وسلحة أمريكا جاي مطيتهم إياه يعني ما جاي نبين شنو يعني الواقع إن يا أما خلي بينونا يا أما سنة مبيوعين يعني خلي يكون عندنا واضح يا أما سنة مبيوعة ويقولون يا بهاي مبيوعين يا أما خلص لأن إحنا هسه أبناء سنة خلص يعني هم هسه وضحونا الثالثة بس مونا الأربع أقسام هاي هسه سوونا أربع أقسام بالعراق يعني هسه حاليا قسم الأول هو الناس الشرفاء هجروهم خارج العراق تلعب
القسم الثاني انكتلوا، القسم الثالث بالسجن، يعني المجاهدين طلعوا، المجاهدين شرفاء هسه بالسجن وطلعوا هم على اساس ما هم المجاهدين. زين اخويا زين. والقسم الرابع هسه ناس يحكي ويا مثل المخبر كان ايش وقت يجي يقتلونه وانتهى المساله. نعم نعم. شنو يقول لك؟ شنو يقول لك انا ضد ايران وانا احكي ضد ايران وهذه وجهه حمراء. هسه هسه يعني راح اذكر حادثه قديمه عن قضيه الاسلحه المتطوره اللي يملكها ابو مهدي المهندس مثل ما قال تشرم السامع. شكرا شكرا لك ابو علي من ديالى. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حضرتك ولا قناتكم الشريفه لكل العراق. حياك وبياك. استاذ يعني اللي بسمع من المتصلين وخاصه ابو عمر دائما يشيد بموقف اسرائيل وامريكا ضد الحشد او ضد ايران. نعم. احنا صار بئسهم بينهم. بس اللي اعرفه انه احنا عايشين في مهزله، العراق في مهزله، كل واحد يريد يحصل على مصالح في العراق. نعم. ايران تريد مصالح في العراق، الحكومه العراقيه تبعيه الى ايران، وامريكا نفس الحاله خاف على مصالحها في المنطقه وتريد النفط، وهي قالت ايران تاخذ اللي فوق الارض وامريكا تاخذ تحت الارض. زين يعني هاي احنا يعني ماكو فد عراق شريف او العراقيين يشوفون انه احنا قاعدين في مزله، يقتل الشعب العراقي، تدمر المدن، تنفجر الاسلحه الايرانيه اللي مقدسه بفلوسنا احنا. زين انه ماكو هذا، يعني اكو احد شريف؟ زين وين قوات الجيش العراقي؟ وين قاعدين وساكتين؟ شنو شغلهم؟ وين العمليات العسكريه والغرف اللي كانت موجوده سابقا؟ عفوا في زمان صدام كانت غرف عسكريه خاصه للقتال وللاسلحه وللتنظيم، وحتى صدام من كان مو يخطئ من يريد توجيه سياسي عسكري يقول له السلسل ويقول له صحيح هذا او مو صحيح. زين وين القوات؟ وين الجيش العراقي؟ وين الشرطه العراقيه؟ يعني احنا صرنا في مذله يا عراقيين. احنا بنشوف امريكا واسرائيل وايران كل ما هب ودب، واصلا هو لما صار الانفجار الرابع في معسكر صقر يلا تاكدوا عن طريق الافلام الصهيونيه اللي عرضت، يلا قالوا انه اكدوا انه اسرائيل وامريكا. لا والله ام عبد الله، واتصال الى ان ايران طلبت من الحكومه العراقيه انه تحكي، يلا قالوا. نعم. واكدوا على انه لازم احنا هسه البرلمانيين صايرين شرفاء وخايفين على مصالح العراق، انه لازم نلغي التبعيه الامريكيه لانه ليست بمصلحه العراقيين. زين التبعيه الايرانيه شو استفادنا احنا منها؟ عشان كل لك كتل شعبنا، كتلوا السنه وبداوا بالشيعه، يعني انتوا يا شيعه ما تشوفون الوضع العام اللي صاير؟ السنه اخوانكم كسروهم وسنوا كل شيء من عندهم. الشيعه شنو؟ بعدين انه هذا ابو عمر يشيد انه اضرب اضرب بالمصالح الايرانيه والامريكيه، بس احنا ترى ندمر بلدنا، يعني بلدنا راح. نعم. يعني احنا نعم. الى متى نبقى على هذا الوضع؟ نعم. شكرا لكم. شكرا لك ام عبد الله. ام عبد الله، التبعيه الايرانيه لها فوائد على العراق، لانه بالنسبه لهم طبعا، لان هي اللي جابت لنا الطائفيه وهي اللي فتتت لحمه الشعب العراقي. بالنسبه الى برنامج الواتساب، او عفوا قبل الواتساب انا قلت هسه بالنسبه الى صواريخ امريكا المتطوره، ابو علي اللي قال انه الحشد قال راح نضربهم صواريخ اكثر تطورا. طبعا هو ابو مهدي المهندس نسى ليلى العطار شلون ماتت بصاروخ طلع من 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 باخره بالبحر الابيض المتوسط، ونسى الصاروخين اللي نزل على ملجا العامريه بالتسعينات، واحد دريل والثاني هو اللي فجر. تعرف هم عندهم صواريخ متطوره اكثر من الولايات المتحده الامريكيه، بحيث يقدرون ينهوها بظرف دقائق، مثل ما دعت ايران انه تقدر تمسح الكيان الصهيوني من الخارطه بدقائق. بس لليوم ما شفنا طلقه انضربت بالجولان، مو بتل ابيب. برنامج واتساب. السلام عليكم، اني عبد الخالق الناصر. طبعا الشعب العراقي يعيش في عالم حيث الطبيب يدمر الصحه والمحامي يدمر العداله والجامعه تدمر المعرفه والحكومه تدمر الحريه، والشعب العراقي مظلوم. هذه دوله الغني وتفقير الفقير، الحكومه فاسده والمنظومه بصفه عامه فاسده. الى متى والى اين؟
رسالة أخرى تقول بارك الله بجهودكم حياكم الله أخي، هذا واجبنا تجاه العراقيين. أخي العزيز، هاي الصورة تداولتها مواقع التواصل، امرأة نجفية تعرضت للضرب من قبل ضابط إيراني في مطار مشهد لعودتها للعراق بعد خلاف بسيط، وأني أقول لأنه هؤلاء المجوس وخستهم تروح الجهنم وأروح الجهنم ولا أروح لهم. تاريخ الحادثة 18/8 يعني قبل أيام، بس أعذرني أخي ما أقدر أخذ الصورة لأنه ما عندي ربط بالبرنامج مع البث. أخ أفل، أقول لأخ محمد من تونس، أنت تاج الرأس وأنت عقال الرأس، كل عراقي على هاي غيرتك وناموسك اللي تحملها للشعب العراقي. شوفوا يا عراقيين، مواطن تونسي يقول بيتي مفتوح للعراقيين والعراقيين يهجرون ويقتلون أبناء جلدتهم، خلي يسمعون خزونا العراقيين والمنافقين لعنكم الله، عاموا النساء والغيرة وأخلاق الإسلام، من محمد التونسي، تحية إلى تونس. عندي رسالة أخرى أو أكثر من رسالة من إخوان دي تصنوع عن طريق الواتساب، عذروني ما أقدر أخذ أي اتصال. السلام عليكم أستاذ أفل، لا يوجد سيادة في العراق بل بلد تحكمه العمامة هو مصيره القمامة، وياها هاشتاغ انتهى. عذرا أستاذ أفل، رسالة مطولة. أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم، تحية طيبة لك ولكادر القناة وللشعب العراقي والعراقيين المظلومين تحت هذا الاحتلال الأمريكي الإيراني بإدارة عراقية مدربة على يد قوات الأمن المركزي للاحتلال المذكور في العراق على كل فنون السحر بواسطة المرجعيات الدينية لتدمير العراق وشعبه الأبي ومقدراته وثرواته وبناه التحتية ومؤسساته ونهب ثرواته وتدمير خبراته في كافة المنتديات، تراهم كثيرون حول السلطة والكراسي وقليلون حول الوطن والشعب. أستاذ، الله يمهل ولا يهمل، قل جاء الحق، الله جعل كيدهم في نحورهم، يخربون تحالفهم بأيديهم والنصر قريب جدا في منال يد الشعب العراقي. أخي العزيز، السلام عليكم، من شخص آخر يقول أشكر قناتكم الموقرة اللي تسلط الضوء على معاناة الشعب العراقي، هذا واجبنا الذي يعاني من حكومة هزيلة تهيمن عليها ميليشيات طائفية ولاؤها لإيران، وما تقوم به هاي الميليشيات الإرهابية العميلة يعد تطهير عرقي وطائفي تجاه الشعب العراقي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. أود أو أشير فقط أن الحشد الطائفي أجبن من الرد على الكيان الصهيوني أبو فراس الحارثي من السعودية. من الإمارات عندي رسالة، تحية لك أخي أفل، ما يجري في العراق كله تواطؤ من الحكومات وجارة سوء إيران من تجيش مقاتلين الميليشيات التابعة لهم وانفجارات مخازن قدس العتاد كلها تابعة لهم، يأتي ثم تتم فيه إزاحتهم بثورة عارمة مسلحة يقودها شرفاء الأخيار للقضاء على الأحزاب المجرمة ولإعادة الأمن والأمان في العراق وإيجاد الوطنيين لحكم العراق، تحية لك ولكادر القناة، حياك الله أخي من الإمارات. مساء الخير دكتور أفل، عفوا أني بدون دكتور، وتحية خاصة لكادر عام في قناة الرافدين وأشكركم، لا شكر على واجب. آخر رسالة وياي وأعتذر من البقية اللي ما قرأت رسائلهم، السلام عليكم، هاي العصابات فاسدة لم تخرج أي باص من حملة الحج إلا بمبلغ مالي معين يذهب لرئيس المنفذ وأعوانه، وإلا لن يخرج الباص، هذا ما ذكره أصحاب الحملات العراقية القادمة برا للمنفذ السعودي، إنها عصابات الخسة والإجرام من الأخ سعد. أخواني، حلقة اليوم عن قصف معسكرات الميليشيات، أبو مهدي المهندس من طلع هذا البيان ناقض نفسه وناقض الناطقين الرسميين باسم هيئة الحشد الشعبي وناقض الحكومة العراقية لما طلعت وقالت ماكو قصف وما أعرف شنو. إحنا السؤال، ليش سكتوا كل هاي الفترة واليوم يلا حكوا؟ هذا السؤال الأهم. أتمنى حلقة اليوم تكون قد نالت أعجابكم، إلى اللقاء، نلتقيكم على خير يوم غد إن شاء الله.